نعم مشاهدينا الكرام، نحن الآن لازلنا نبث لكم صور من داخل مركز الهجرة الغير نظامية بمنطقة تجورة غرب طرابلس، داخل مركز نظامي بمنطقة تجورة، والذي استهدف ليلة البارحة بقصف جوي من قبل طيران حفتر. القصف حسب ما رأينا يوسف بالعنيف جدا، ودليل على ذلك ما نراه وما رأيتموه عبر شاشتنا شاشة الجزيرة مباشرة الآن. أما بخصوص الحصيلة النهائية حسب المصادر الطبية وجمعية الهلال الأحمر وصلت إلى أكثر من 35 قتيل و72 جريح، وقابل للارتفاع بسبب بعض الإصابات الخطيرة متواجدة الآن بمستشفيات العاصمة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر والإسعاف. لا زالت الآن البحث عن جثث مستمر كما تشاهدون أمامكم في الصور. متوقع جدا ارتفاع حصيلة القتلى حسب ما افاد به بعض المصادر الطبية. طبعا نحن منعنا من التصوير من داخل لسلامتنا ولسلامة فريقنا، طبعا خوفا علينا من بعض البقايا المتفجرات من الصاروخ الذي صواريخ سقطت ليلة البارحة. كما تشاهدون امامكم الان لا زال فريق الهلال الاحمر ينتشل جثث وبقايا جثث. هذه هي الجثث التي أمامكم الآن بالصورة حسب أفاد به الهلال الأحمر، بجثة لشخص أفريقي جنسية والأكياس الأخرى هي لبقايا جثث. هذه تم انتشالها قبل لحظات الآن. معنا الآن أحد القاطنين من الهجرة الغير شرعية وكان شاهد عيانا لقصف الذي حدث امبارح. عرفني بحضرتك. الاسم آدم حامد. آدم. آدم حامد. آدم أنت كنت موجود لحظة القصف. أنت موجود أيوة في الحنكرة جنبه. حدثني آدم عن القصف امبارح، كيف كان وكيف استقبلتم القصف امبارح، كيف تعاملتم مع هذا القصف؟ زي حوالي 11:30 بالضبط سمينا صوت قصف. القصف هو في الورشة، بعدها سمينا بالهنكرة جنبنا عمل هز الاسم ده والأبواب فتح برا، ناس كلها جنو جرينا طلعنا برا، بعدك رجعنا جين لقينا الهنكرة جنبنا كلهم ماتوا لم ينجوا منها سوى قليلين جدا. أنت شاهدت جثث وشاهدت، هل في أطفال أو في نساء من قتلوا داخل هذه القصف؟ في الأطفال دون 18، والنساء انا لقيت نساء مصابين، لكن هو الجثث هو ما معروفه هو ده بتاع الرجل ولا مرة ولا طفل، كله اتلخبط مع بعضه. لا يا ادم نحن شفناكم الان انتم متجمعون الان يعني كل الساحة. في الساحه، لماذا متجمعون في الساحه الان؟ الان الهنكر تمت كسفه، حتى جوا البيجل على الرواج والحاجات ده كله خش في الهنكر اسم ده، والناس خايفين بعد ما الاسم ده بعد قصف ده، ناس خافوا القاعدين في الاسم طلعوا في الساحة طالبين المساعدة من مكان آمن يعني. لا أنتم من البارحة موجودين هنا خارج من البارحة موجودين في هذا الساحة. من البارحة في الساحة موجودين. من البارحة في الساحة. تواصل معكم منظمات حقوقية؟ تواصل معكم حد؟ والله جونا عدة منظمات والعدة هو القنوات، لكن ما لقينا منه أي شيء ملموس لمساعدتنا. أيوة. لا شكرا يا آدم، بارك الله فيك. شكرا.
هناك من يكون 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 هناك من يكون